ترى شفت الأشكال دي ولا لا؟ أول فريق يحفظون القرآن لكن أخلاقهم ومعاملاتهم زي الزفت، مش ماشية مع القرآن. فريق تاني مسلم لكن لا يعرف إنه يقرأ القرآن ولا يحفظ من القرآن شيء. فريق ثالث يشتري بالقرآن دنياه، بيستخدمش القرآن إلا لمصلحة بس أو قرشين، يستغل القرآن لمصالح لبزنس غير كده ارمي. بعكس بقى أهل الإيمان هم مع كلام الله وحديث رسول الله وأحكام الإسلام دراسة وعملا وتطبيقا في الشدة وفي الرخاء وفي الفقر وفي الغنى وفي الصغر وفي الكبر، عنده برنامج أسبوعي حصة مع القرآن ولو 10 دقائق يحفظه ويراجع ويفهم أحكام ويطبقها وينزلها على نفسه وياخد اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها ويراجع اللي خده. بينسى، حط ربنا أنعم عليك بالموبايلات والكمبيوترات، تقدر تحط المصحف صوتيا وتخليه رجليه جنب الشغل بتاعك حتى لو كنت مشغول. ست بتسألني أنا كنت حافظ القرآن ونسيته وأنا برب العيال أعمل إيه؟ قلت لها ست مش هتقفي في المطبخ وتقعدي تظبطي الأكل وتعملي 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 وتتعبي؟ قالت أيوه. قلت لها مش هقول لك اتعبي زي كده، ده اللي تقدري تعمليه وتحفظي القرآن لو أنت مش حافظاه خالص، ولو كنت عمياء لا ترين المصحف ولا تعرفين القراءة والكتابة. حفظه الذين لم يقرأوا ولم يكتبوا لأميين، وحفظه الصم والبكم وبالإشارة، وحفظه العمي ببصيرة الإيمان وبآذانهم. فركزي معايا هديك الحل، وحل حاسم. شغل القرآن ربلي جنب منك حتى لو بتطبخ، شغل القرآن جنب منك ولو انت مشغول في اي حتة تانية. ما تسمعش كلام بعض اخواننا الله يسامحهم اللي عاوز يحط مقامات الاجتهاد العالي قوي مع ناس بتكافح مع معاصي وسيئات وتواجه فتن، لازم تديله الاحكام تتناسب معاه. يقول لك لا ما تشغلش القرآن طول ما انت مشغول. لا يا حبيبي، شغله وانت مشغول ما دمت مش قادر توصل للقرآن، شغله وراجع وكرر بلسانك انطق مع القارئ اللي الصوت اللي انت سامعه. اعمل مصحف على الموبايل بتاعك لو انت مسلم. في هذا العصر بجد لازم يكون معاك الموبايل وعليه المصحف، عليه المصحف. وفي في في موقع اسمه جامع التفاسير يحط لك تفاسير القرآن كلها لكل آية لو انت عاوزها، كل العلم كله في تفسير الآية يحطوه لك قصاد منك. صوتيات القرآن موجودة برضه على المصحف، فشغلها عندك على الموبايل، نزل التطبيق ده على وخلي لسانك معاه، اعمل لنفسك حصه معاه كل يوم، هتحفظ القران. واتحدى، عندي دارسه هنا وقت في كليه الطب ودارس في كليه الهندسه، كليات عمليه ما ينفعش معاها هزار، لازم يقعد ليل ونهار في قلب الكتاب وقلب العمل بتاعه ده ان كان ده ولا ده. ومع ذلك حفظت البنت القران الكريم في 8 اشهر في هذا المعهد، معهد الدراسات الاسلاميه ده. وهذا الشاب حفظ القرآن الكريم في خلال سنة، كان خاتم المصحف من أوله إلى آخره بطريقة السماع والعين واللسان عمال يردد معاه وإيده تكتب كمان، بالتالي حفظ القرآن. لكنت أميا تستطيع. إذا ما تجيش بقى تقول لي بقى لا ده أنا مش قادر أصلا أنا ما تعلمتش. النهارده في خريج القراءات موجودين، هات لك واحد بأجرة اديله يقول له قرشين تعالى لي ادي درس خصوصي لاولادي حفظهم القران لو انت مشغول، بالتالي تكون ابرأت ذمتك امام الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عصر الفتن، وهسيب لك انت تشوف الكلام ده موجود ولا لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: يظهر الاسلام حتى تختلف التجار في البحر. هتتخانق التجار في البحر على التجاره والفلوس والبيزنس اللي بيحصل في كورونا في كورانيا دي ولا اسمها ايه؟ بين ايه؟ ما هو حرب ايه في البحر؟ على بحر قزوين، حرب على المياه، حرب على الغذاء، حرب على البترول، حرب الدول العظمى الكبرى. حتى تختلف التجار في البحر. معجزة من اعجازات النبوة اخبر بامر تحقق اليوم. بيتخانقوا على الدنيا والماديات ظلما وعدوانا، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله في مرحلة يعز الله الإسلام وينتصر المسلمون بقوة الإيمان زي ما انتصرنا في 73 لما بركة القرآن كان الله يرحمه أمرنا نحط المصحف على كل دبابة وعلى كل طيارة،
وأمرنا ننزله لجنة حفظ البنود.